وتعتبر عامة لجميع الفئات لكي تستعد للانطلاقة. بعدها طبعا تبدأ القوارب بالدوران عند عوامة البداية أو البوية حول نفسها بعكس عقارب الساعة. وطبعا بعدها بدقيقتين من الشارة الدخانية تأخذ القوارب اتجاه السباق ويقولون خلف زورق الطليعة بثلاثين متر تقريبا. زورق الطليعة يتحرك وكل المتسابقين يكونون على يساره. يقوم زورق الطليعة بزيادة السرعة ورفع العلم الأصفر. بعد ذلك يتم إنزال العلم الأصفر ورفع العلم الأخضر إذانا ببدء الانطلاقة. انطلق السباق الآن. نعم انطلق السباق قبل حوالي 30 ثانية تقريبا. وطبعا الفئة S المكونة من 31 قارب. وراح إن شاء الله نوافيكم بالنتائج أول بأول. وراح تكون هناك أيضا تغطية شاملة من الجو ومن نقاط المراقبة والسيطرة وأيضا من كاسر الأمواج. الفئة S مشاهدينا الكرام في الحقيقة مسافة هذا السباق 50 ميل بحري وأربع دورات للفئة S. أما بالنسبة لانطلاقة الفئة M 62 ميل بحري خمس دورات. الآن مع الفئة S 50 ميل بحري وأربع دورات. وفي الحقيقة الزوارق المتنافسة المتسابقة المشاركة في هذا السباق تتجه الآن في الحقيقة نحو الدورة الأولى وفي الحقيقة الكاميرات من خلال الطائرات العمودية تراقب انطلاقة المتسابقين. وهذا أحد الزوارق المشاركة الفئة S ورقم 45 الفئة S راشد جابر الهاملي وعبيد رشيد الهاملي طيران أبو ظبي. طول هذا الزورق 35 قدم صنع في سنة 92 صنع طبعا